بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الألوفيرا تعتبر غسول جيد للبشرة والوجه بشكل خاص. يفضل استخدام جل الألوفيرا بدل الصابون العادي، لأنه يغذي كثيرا البشرة، خصوصا صاحبات البشرة الدهنية، دون أن يسبب لها أي حساسية، ويعد من المرطبات الطبيعية للبشرة، خاصة للذين يستخدمون المكياج بكثرة. يساعد جل الألوفيرا على تجديد خلايا البشرة ويخفف من تهيجات الجلد، كما أنه مهدئ فعال للبشرة الحساسة ولمن يعانون من الطفح الجلدي أو تهيج البشرة، خصوصا للرجال بعد الحلاقة وللنساء بعد نزع الشعر. يستخدم في تصنيع أدوية الحروق الخاصة، خاصة الحروق الناجمة عن أشعة الشمس، لأن الهلام المستخرج من نبتة الألوفيرا هو الأفضل في معالجة الحروق. يساعد في تهدئة ومداواة الجروح، خصوصا التي تنتج عن مرض الصدفية. يؤخر ظهور التجاعيد ويساعد في علاجها، كما أنه يستخدم في معالجة البقع والندبات التي تظهر على البشرة نتيجة حب الشباب أو الكلف. هذه الوصفة سهلة سريعة بسيطة، رائعة جدا لتبييض البشرة وعلاج كل المشاكل التي ذكرتها الآن. إذا لم يتوفر لديكم الألوفيرا هاته النبتة في البيت، يمكن تعويضها بجل الألوفيرا المتواجد عند الصيدلية. نأخذ نبتة الألوفيرا، بعد تقطيع النبتة نضعها على ورق ممتص بهذا الشكل حتى تنزل المادة الصفراء بهذا الشكل في الورق، لأن هذه المادة الصفراء إذا لم تنزل هي من تسبب الحساسية والتهيج والإحمرار للبشرة. يجب أن تنزل هذه المادة الصفراء أولا. نقوم بتقطيع النبتة بهذا الشكل، حواف النبتة، عفوا الحواف. ونقسم نبتة الألوفيرا بهذا الشكل، نأخذ قطعة من هذه النبتة بهذا الشكل، نغمسها في الدقيق الأبيض بهذا الشكل، دقيق المخبوزات، نغمسها في دقيق المخبوزات، الدقيق الأبيض أي الفرينة، ونقوم بفرك البشرة قبل النوم أو بأي وقت أنت تكوني فيه مرتاحة. تفرك البشرة، الرقبة، بشرة اليدين، الوجه لمدة 5 دقائق، وبعدها تشطف مباشرة البشرة بماء بارد. لا داعي لترطيب البشرة بعد استخدام هذه الوصفة، سبق وذكرت أنها تعد مرطب فعال للبشرة. هذه الوصفة صالحة للحوامل لعلاج إرهاق البشرة نتيجة الحمل، صالحة للمرضعات، صالحة للبنات الصغار كذلك من عمر 10 سنوات فما فوق لعلاج حروق الشمس، وتصلح كذلك للرجال للبشرة. هذه الوصفة قلت إذا لم يتوفر لديكم نبتة الألوفيرا يمكن استبدالها بالجال المتواجد عند الصيدلية. للحفاظ على جل الألوفيرا يمكن كشط هذه الكمية ووضعها في علب وتخزينها في المجمد لاستخدامها بوصفات أخرى. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.